كابتن طارق لقاء تكتيكي من الطراز الخاص. كابتن عبد المقصود دخل عارف هو عايز ايه، درس بلديه بشكل كويس جدا، اداله استحواذ بشكل كامل تقريبا 73% استحواذ لنادي البلديه، ولكن النتيجه الايجابيه كانت لمنتخب السويسري. اكيد 100% كلامك صح فتح الله، انه مظبوط 100% ان احمد عبد المقصود هو عايز 3 بونت او مش عايز يخسر، فهو مأمن نفسه دفاعيا بشكل كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت انا مش هيجي فيها جول لو قعدت تلعبني 100 سنه بلغه الكوره، يعني لو قعدت تلعبني كتير قوي مش هيجي فيها جول، وده ذكاء مدرب. انا عارف انا عايز ايه، انا بلعب بره، بس هو ريسكي شويه يعني، وارد يحصل هاف خطا بس يعني قدر يعملها. هقول لك على حاجه، هو برده محفظ لعبته ومذاكر لعبته مذاكره كويس قوي قوي، وصل او عارف انت لما بتكون انا بلعبك وعايز اكسبك فبزهقك وما بعرفش، فاهم يعني؟ انا هو عم مقصود عمل كده بالظبط بلغه الكوره، ان انا وصلت المرحله ان انا عايز تطلع في حاجه يلا، لا 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 معاك عايز انا اوصلك لدرجه ان انت مش عارف ما عندكش حلول معايا، ان انا مقفل لك كل حاجه فبخليك مجبر ان انت تعتمد على الكوره الطوليه، ده اللي انا عايزه منك. طول ما انا شغال على الكوره الطوليه اللي هي من ورا لقدام يا امير، بتبتدي فرص احراز الاهداف بتاعتي قليله،